وما أجمل يوم الاثنين لما ينضم لنا أبو الحمايدة بأخباره الرياضية. أبو الحمايدة أهلا وسهلا. أبو المغرب كبير، كيفك حبيبي؟ طب وأنا أبو الإيش؟ أنت أبو الخيار معروف يعني 100%. بعدين احنا اتفقنا باول حلقه بهذا الموسم انك انت بدك تنمي مهاراتك ومعلوماتك في كره القدم. صح. نعم. يعني انا مركزه وخلص. يلا بدايه انا اسمحوا لي ابدي عن سعادتي الشديده بان اليوم انا والفنان لطيف في نفس الحلقه. هذا الشيء ما صار قبل هيك، انتم متعودين على بعض بس انا ولطيف في نفس الحلقه ما صارت. والله انا محرج. المعلومات الرياضيه راح تندم على اللي حكيته. لا هو على فكره محضر لك مفاجاه هسه بنوصلها مع بعض. يعني انت يعني مش شوي شوي بخبر ارسنال بالله ابو الحميد. ابو الحميد الموقف المفروض انه الزلمه بيشجع يونايتد. حلو. فقبل حوالي 10 ايام كان في جيم ارسنال يونايتد الكاس. بالضبط. فانا ايش توقعت انه لطيف زلمه يمشي مع اخر المعلومات. فلما سالني بيحكي لي ليه انت اصلا بتسالني، فبحكي له ما انت اصلا بتشجع يونايتد. بيحكي لي ايش ابو الفتياني؟ ما فهمتش المعلومه. انت زلمه ما بتتبع. انا ما فهمتش المعلومه المسيحيه. يعني انت ما بتتبع. يعني هو عنده انتماء لليونايتد بس. نرجع للفقره لو سمحت ابو الحميد، تشرفنا فيك. نرجع يسعدك يسعدك. هلا بتشوف حيفلمك يا ابو الحميد. يلا خلينا نحضر لك مفاجاه بس استنى شوي. خلص يلا. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم في جوله جديده من كورافان. جولتنا كالعاده راح نستعرض فيها اهم احداث الدوريات الانجليزي الاسباني الايطالي، واهم شيء الدوري الجديد معانا الدوري الالماني اللي راح نبدا فيه. في الدوري الالماني هذا الاسبوع تعادل صاحب الصداره بروسيا دورتموند 1-1 وفشل بايرن ميونخ. هون معنا طبعا رويس صاحب جول دورتموند اللي جابه في التعادل، وخسر بايرن ميونخ 3-1 في صداره ترتيب الدوري الالماني. بنشوف بروسيا دورتموند ب 49 نقطه وراء مونشنغلادباخ وبايرن ميونخ ب 42. اللي بيصير حاليا في الدوري الالماني يا جماعه اللي ما بيحضر انه البايرن كان صار له بيفوز 7 مباريات متتاليه، والكل حكى انه خلاص رجعت ولعت والبايرن ودورتموند حتشعل للأمور، وإذا بليفركوزن اللي هو كل سنة مستلط على البايرن سواء في أرضهم أو برا أرضهم بيغلب البايرن بعد سلسلة 7 انتصارات 3-1.